احنا لسه ما بلشنا، بس خليني نحكي شوي احمد، بس بصير نحكي شوي. ما هو يعني يا بتسكر لي باذني يا بتسكر لي هون، بدي اعرف احكي. حتنحل المشكله ولا لا؟ يعني نستنى ولا شو؟ مش عارفة، انت بتطلع محطات تانية استاذ صح؟ ما بصير شيء. قطعة الكهرباء. لا بالله عليك. قطعة الكهرباء مرة في. ترى انا هلا بلاش دوري. لا لا في قطعة الكهرباء. قبل اللقاء بساعة، فقالوا لي بركاتك يا شيخ. يعني لسه بدي احكي لك الموضوع، الموضوع من عندك يا شيخ. مش منينا يعني. لا 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 على بركاتي انا ما شاء الله. ما بعرف. بده يحكي معي يعني، مع مين بده يحكي اذا ما حكى معي؟ الصوت الصوت لو سمحتوا. طب ما احنا عم نحكي، انا بدي احكي مع الضيف قبل. ما جاء انا اصمتي. والله على فكرة عادي بأي لحظة انا ممكن اطلع، بس احتراما للضيف. لو اي ايش بقول لك؟ ايش بحكي لي اسكتي قدام الضيف؟ يعني المخرج مع مين بده يحكي اذا ما بده يحكي مع مقدمة البرنامج؟ صوت بس رجاء. صوت وين؟ طب يعني رجاء سايلنت اسكتي اسكتي. طب انا بدي احكي مع الضيف اسكت؟ أنا بدي أحكي مع الضيف لو سمحت أستاذ. أنا كيف بدي أحكي وهذا الصوت شغال؟ طب وأنا أسكت مع الضيف؟ ما إحنا بدنا نحكي عن الأسئلة. طب أنا أطلع برا خلي الضيف. خلي الضيف يحكي بس. كيف يعني خلي الضيف يحكي بس؟ مشي حلقة هيك؟ ما بنقطع نحكي، كيف بتمشي حلقة هيك؟ هو هيك؟ كيف فقط؟ لا لا يرفع عليك. لا 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 اسمعي اسمعي هلا يعني خلينا نكون رنا، إذا مش مستعدين للحلقة بنسجل بوقت ثاني، هذا مش معقول. يعني مش بقول هذا الازعاج ومخرج بردش واسكتي وهالحكي الخير، مش بقول. ما هو غاب القط، العب يا فلان. يا رجل اقسم بالله العظيم وطرني هذا لحاله، هذا وطرني يا زلمه. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه خلاص. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بلش يلا شباب. هوا يلا يلا. مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم على الرابع، ولكن في نسخته الرمضانيه الجديده والمميزه ايضا. اعتدنا دائما ان ننتقد نهج وسياسات الحكومه في الفقر والافقار والفساد. اعتدنا دائما انتقاد سياسات معينه في الحكومه، سياسات سلبيه طبعا، ولكن في رمضان لم يكون هذا الانتقاد على عاتقنا، بل سنستضيف في كل حلقة ضيف هو الذي سينتقد وسيصفع الحكومة بقراراته. معنا الزميل الصحفي جهاد أبو بيدر، أهلا بك. الزميل الحر طبعا، الزميل الجريء الذي يملك تصريحات وكلام دائما يعني بمثابة صفعة للحكومة. أستاذ يعني بداية خلينا، أنا مو قادرة أحكي أصلاً، أنا مو قادرة أحكي. إذا بدي يطلع دص الصفعة الحكومة، هاي الصفعة اللي طلعوها. أطلع يعني نطلع. ستوب ستوب يعني عادي نحكي وهذا الصوت طالع. راح كل الحكي شباب. ستوب راح كله. عمر وسع كادرك شوي. صار في صوت خضرة عندكم هون، شيء موجود في لحظة، في صوت خضرة موجود عندكم، في صوت خضرة قاعدين.
وعلاقك ورا. بس اثبت. شو هذا؟ اثبت. مخرج مخرج، ما هو المخرج استاذ يا بيريح الكادر وبيشتغل صح، يا اما بوترنا. يعني انا وانا عم بحكي والله هي صافنا. هو يعني عشان بدنا نعمل عجلون. يلا رنا نعيد، يلا نعيد. طب هذا معقول ما له حل هذا الصوت؟ يعني ضيف ضيف مهم جدا. سايلنت. والله انت ضيف. يلا بدنا نعيد السؤال. يلا يلا على كيو تبعتي رجاء. متأكد هو؟ مرة هاي. يلا 5 4 3 2 1. كيو ثواني. كيو كيو. لا والله بعوض صوت معي. شو كيو الضيف الذي وجه لأعيد صح رجاء بدون. اي صح. يا اخوان يا اخوان صح. طب انا مو قادر اركز يلا. منك يلا يلا لو سمحتوا لو سمحتوا يلا احنا لو سمحنا يلا 5 4 3 2 1 كيو. الضيف الذي وقف في وجه الحكومة، الضيف الذي تجاوز كل السقوف ولا يعرف الخوف، الصحفي المميز الزميل جهاد أبو بيدر. أهلا بك أستاذ جهاد. يعني بداية خلينا نحكي بشكل عام، الجرأة هاي اللي أنت لديك كصحفي من أي مصدر هذا؟ أولا شكرا من أختي رنا على هذا اللقاء. أنا بحب برنامج الرابع دائما بتابعه كثير، بس استغربت أنا جاي عشان دوار، بس ما لقيتش الدوار بس رايحين فيه. يعني حاطين لنا مطب إنه مش دوار. ما في شيء اسمه جرأة من وين مستمدها. الصحفي يجب أن يكون جريء، إذا لم يكن الصحفي جريء فليس له أن يعمل بهذه المهنة. اسمها مهنة المتاعب في النهاية. إن لم يكن الصحفي جريء ولديه القدرة على الحديث بشكل واضح وجريء فهو ليس بصحفي. ما لها علاقة أنت تستمد، هي مهنتك، هي زي مهنة مهنة أي شخص في الدنيا أنه بتكون يتقنها. إذا أتقنها وإحنا في الصحافة بدنا نشتغل على قضية الجرأة، قضية المهنة. أنا رجاء ايدك على وجهك، ايدك على وجهك. طب هذا الحكي بيطلع بالتسجيل اصلا يعني مو؟ يا ريت وكاسة مي، يا ريت. واذا في كمان غير كاسة المي في شيء يعني مثلا يعني ليمون صراحة جاي الواحد اذا في امكانية. أنا ليش كنت حاطة ايدك على وجهك؟ لأني مش قادر أمسك أعصابي. أستاذ تم اعتقالك في الآونة الأخيرة ولكنك عدت أقوى، نصيحتك للصحفي الذي يعني يخشى أن يظهر الحقائق ويكشفها؟ أولا الصحفي يجب أن يتحلى بالشجاعة التامة، إذا كان على حق فلا يخاف بالحق لو متلاعب. إذا كان الصحفي يتسلح بالمعلومة لا يخاف بالحق لو متلاعب. إذا كان الصحفي يعرف ما يكتب، لا يتهم لا يبتز لا يختار شخصية، هو يؤدي قضية رأي عام، يحاول أن يدافع عن الرأي العام. في النهاية فهو صحفي يتسلح بمهنته كصحفي. أما إذا كان صحفي يريد أن يلعب ثلاث ورقات بزبط شمعه. في النهاية يكون صحفي جريء يكون صحفي. يعني الجرأة والصحافة هما سمتان يجب أن تتميزان. نعم. وتتكاملان مع بعض. واضح واضح الجواب أستاذ. يعني أريد أن أسألك يعني بشكل آخر، هل تعتبر نفسك معارض للحكومة؟ أنا أولا يعني هاي كمان الحمد لله سألت هذا السؤال مهم جدا، إنه نحن لسنا معارضة. يعني لا نطرح أنفسنا كمعارضة. يعني القضية مش قضية معارضة، المعارضة إيديولوجيا، معارضة حزب، معارضة. أنا صحفي الآن، إذا أنا انتقدت الحكومة لا يعني ذلك أني معارضة. إذا الحكومة أحسنت سأقول أحسنت، إذا الحكومة أساس سأقول أساس. إنها ما علاقة هذا الموضوع بالمعارضة. أنا الكل الآن يقول أنت معارض، ليس هناك شيء اسمه صحفي معارض. الصحفي ليس حزبيا أولا، الصحفي ليس لديه أجندة، الصحفي ليس له أيديولوجيا يتعامل بها. الأيديولوجيا الوحيدة التي يتعامل بها الصحفي هي الكلمة والمعلومة. لكن أن نوصف بأننا صحفيون معارضة أو صحفيين مش عارف شو، مش عمول يا شباب، مش عمول جد، مش عمول جد. أنا نرفز يا إخوان. خلاص خلاص أنا أرجوك يعني هذا مش راح يطلع مع بعض.
ما راح يصير يعني حتى تقطيع افكار الله يجمع افكار شو ممكن الله بكره حبيبي يجي له بزبط يجي له بزبط يصير يشوفه ليش يعني لا ممكن يجي له بزبط شو جرى انا وعي هيك ايش ثاني اسمع وعي يعني بسمع شو بحكي قاعد بحكي ما بس كثير كان يجي شو جرى شو هون لا رجاء عندي بالكم عندي بالكم ثاني مره بتصير مع بعض غير بقى نفس الشيء يعني ما في احنا من عندنا ولا وينه ما حضرنا بيكبروا كمان ما يفرق خلاص ما شو ما حسيت انت حكيت قدامه ما تحسسي ايش ما تحسسي بشيء اكثر من هيك ايش بدي شو تحسسي ماشي ماشي اوكي ايش في لا تخلي علي علي شوف في حدا برا ولا ايش انا مش فاهمه اجى المدير يمكن ولا شو خلينا نخرج جوانا نشوف نشوف نخرج بالأول. شو القصة هاي؟ عدت له مسجد مدرج. حاسس ضد بيج جوي. شو تحس سامعك؟ لا جرائم إلكترونية تطلع استجمة ما تحس ضد بيج. جرائم ليش هون؟ إلكترونية شو هاي؟ لا الجرائم قصدك يعني؟ ماش. شو يعني جرائم؟ خلاص كم أوكي. شو جرائم بقى؟ مش فاهمة أنا مو فاهمة عليه هو إيش؟ يا هذا يعني هذا بشوش عليهم جهاز الشرطة تشويش على جهاز عندك؟ في شيء في صاير جهاز تشويش يتم من خلال الشرطة هلا تفضل طلاب الدرس والدكتور ما حد بدها لو سمحت ايش في هو اللي حكى معهم والله مخرج هو اللي حكى معهم ايش المشكلة؟ بقص ايدي اذا هو اللي حكى معهم ايش انا معد برنامج ايش في؟ إجراءات إلكترونية يعني مبين مخرج معهم ايش في يا رجل؟ إجراءات ايش؟ كيف تدخلهم على الاستوديو انت ما بس هيك؟ مين هو؟ 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 صوروا كل شيء يا شباب سلامتك تفضل كانت قراءتك التعجيزات الان التعجيزات والله
برنامج ابو ابو اه صحيح انا جايك طب خلي اسمع اسمع خلينا نكمل الحلقه الاول ليش بس خلينا نكمل الحلقه الاول بعدين تعال لا تقاوم لا تقاوم حبيبي ليش ما احط الحلقه على الحلقه تفضل معي خلي بنت بروب الاول تفضل ها في بعد تيجوا على الحلقه وعلى الاستوديو يعني هذا مش تعامل على ابدا ليش ماسكه بهي الطريقه ليش ماسكه الكاميرا لا سمح لي صور كل شيء صور كل سناب شوت صور كل سناب شوت بعد ما استخدم شوي مين حضرتك ليش ماسك اعطيني هويتك ليش ماسك اعطيني هويتك انت مين انت ليش ماسك يا اخي ما تمسكني هيك انا ما عندي قرار انا هو مش عادي على فكره ما تمسكني هيك ما تمسكني هيك لا تصور مش عارف تقولي كمان ما تمسكني لا تصور لا تصور شو اللي حصل لنا طول حاسبين حاسبين يا حبيبي الله يرضى عليك اسمع اسكر الباب يا اسمع اسكر الباب يا زلمه انا والله اشرب بوسع لي السياره بعد سيبوا سيبوا بدها تحترمك امسك ايدي زين امسك ايدي هيك مش هذا مش هذا صور 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 كل شيء 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 شوي تمسك شيء دبشي لحالي لحالي ضبط على حالي مش راح تطلع مش راح تطلع على حالي تفضل تفضل يلا ايدك عني ايدك عني امسك لي شيء يا اخي امسك لي كل شيء لحالي طلع على حالك طب يلا يلا اطلع لحالك تفضل طب عيدك عندي شيل شيل على حالك شيل على حالك شيل مش محتاج كل احترافك سيدي الراجل القائم سيدي بحاجه احنا لا تعزيز سيدي ورقه الارهاب ارهابي لانه يلا يلا صوروا كل شيء صوروا كل شيء صوروا كل شيء لا تصور لا تصور لا تصور خلص صور صور لا سمح فيش تصوير لا سمح سمح لا سمح كسرت رقبتي يا زلمه والله عجبت يعني انا هيك حبينا بس يعني هذا كل تشويش لعبد اللي كان مقصود مقصود وانا زناختي مقصوده وكل شيء كل زناختنا مقصوده يعني انا احكي لك حتى الطاشه مقصوده يعني كثير استمتعنا معك انت حدا مميز عن جد والله انت حدا مميز كنت حابه ابلش رمضان بحضرتك ماشي ماشي رمضان طب ما انت يا زلمه حضرتك منين جايبه الموضوع يخرب بيتك اكثر شيء انا اعتقد شو انا اعتقد انه فعليا مستقصديني كل ما بجي على المحطة قلت هسه المرة هي مش صدفك المرة الرابعة بدخل على استوديو أولا ممنوع يدخل على استوديو ممنوع يدخل على مصر والله ما ضحكت أنت ضحكت على فكرة بس دخلت ما في وراء مين هذول يعني ليش دخلين هسه عندي بس لما مسكني من رقبتي هو استفزني لما مسكني من رقبتي طبعا هاي أرجو إنه رجال الأمن ما يعملوهاش مع الناس لا 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 لأنه استفزاز بيكون احنا بالغنا بس بالغنا لا مبالغة مش قليلة عشان تستفز أنت كنت رايق لأنك كنت رايق متعود 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 عليهم متعود عليهم وربعهم بجمعهم هاي هويتك سيدي هويتي صحيح 100% حبيبي الله يعطيك العافية استمتعنا معك كثير وأنا مش ما استمتعتش معكم صراحة والله لا بدك تسامحنا لازم تسامحنا بسيطة يا رب الله يسعدك يا رب الله يعطيك الله يعافيك شكرا لك شكرا لك بس كلها شكرا لك ليش معطيني كل الناس شكرا لك ويعني منيح أنت ما صفعت الحكومة صفعت ما لحق لا أنا ما بضرب ما لحق يصفع الحكومة مرة ثانية لا أنا بس هذا الشب ما شاء الله ما شاء الله والله طلع يعني بالك انت دوره منيح يعني بدي دورك منيح هذا اللي استفزني يعني لو قال لي مثلا انا بتطبل معنا بس مش قاوم وما تعلمتش لما قال لي كده ما تعلمتش قلت ايوه قاصد هذا القصه
لذلك انا بمشي مع الامن بسرعه يعني بروح معهم ما عندي مشكله بس لما يصير في استفزاز لما بمشي لا الله يسعدك يا رب تشرفنا فيك وشرفتنا من قناة الأردن اليوم كثير مبسوطة قناتك الأردن اليوم الله يسلمك طول عمرك طول عمرك وسامحنا احنا لا لا بسيطة خذوا هاي غلافة يا اخوان يلا يعطيكم العافية مشاهدينا لقونا بحلقة جديدة ومطلوب جديد مطلوب على الرابع إلى اللقاء